معانا على التليفون العظيمة القديرة الفنانة المبدعة الإنسانة الراقية الحاجة شهيرة. ازاي حضرتك؟ اهلا اهلا يا نشوى، ازيك يا حبيبتي؟ ازاي يا حضرتك؟ والله العظيم مكالمتك دي إعلاء قيمة ليا يا وللبرنامج حبيبتي وللقناة. حبيبتي، انت عارفة، انت أنا عارفة حبيبتي والله، طبعا يا انت فندم. حبيبتي، حبيبتنا كلنا والله. يا حبيبتي طبعا ربنا يخليكي ويبارك لك في حبايبي كلهم. ومعانا ربنا يخليك يا نشوى. الجميل عمر الحفيد الاول لحضرتك. لا بقول لك ايه، بلاش الغلط. ما انا لما قلت له ماما شهيره هتقول ايه الماما شهيره؟ فهو بص انا عايزه اقول لك حاجه، اتفضل. عمر ده اتولد حقيقي وانا في عز شبابي، وما ده زلت ما... لا دي معلومه، دي معلومه لازم الكل كده يبقى فاهمها وعارفها. الله يا حبيبتي. فانا بجد يعني بعتبره يعني ابني وحفيدي وحبيب قلبي. لا اصل عمر ده عندي موضوع تاني خالص أنا متأكدة حبيبتي. والله العظيم، يعني حاجة جامدة جدا. يلا يلا يا عمر، يلا. ربنا، أنت عارفة حضرتك أنا بقول لعمر بكرة عيد الأم، فتقول لي مين الأول؟ كل سنة وأنت طيبة، ماما شهيرة ولا ماما رانيا؟ فقال لي لا، أقول لماما شهيرة الأول. يعني هو ده بصراحة العدل. لا أنا غير كده كنت زماني اتضربت في البيت. ربنا يخليك يا حبيبي. مش تتضرب ولا حاجة يا حبيبي، أمك ثم أمك ثم أمك يا ثلاث حبيبتي مرات، اللي هي الأم اللي إيه اللي ولدتك. عمر على فكرة موهوب، مش موهوب، أنا يعني مش عايزة أقول كتير، يعني لا موهبته كبيرة قوي كممثل وككاتب. وكمؤلف. ايوه انا سمعت كلام عظيم عن الفيلم اللي هو عامله وهنتكلم عليه دلوقتي. فيعني انا يعني ان شاء الله ان شاء الله يعني مستبشره خير. وسمعت كلامك الحلو الجميل اللي انت قلتيه، انا كنت معاكو ده حقه، حقه يا حبيبتي، ربنا وحق يعني الاسره الكريمه العظيمه اللي مشرفه في هذا ماشي، المجال حقيقي. ربنا يخليك يا شكرا نشوى. شكرا يا فندم، شكرا يا حبيبتي، شكرا شكرا لحضرتك، يا حبيبتي، شكرا الف لحضرتك. سلامه.